بيقول لك حول فلوس تاخد فلوس، معنى فلوس ما خدناش فلوس، خد فلوسنا كلها. وانا اتصل عليك كتير حضرتك، خدوا كل اللي ورانا واللي قدامنا وواحد. بعد ما خسر الاف المصريين اموالهم، انهالت الاستغاثات من تعرضهم لما وصفوه بعمليه نصب واسعه عبر منصه الكترونيه، فيما تحدث عدد منهم لإيرام نيوز كاشفين تفاصيل كثيره. احنا كنا اساسا كنا بندفع فلوس ماشي لرقم بدافون، بيقول لك حول فلوس تاخد فلوس. دلوقتي دفعنا فلوس ما خدناش فلوس وخدوا فلوسنا كلها، وانا واحد ليا 16000 جنيه، هذا اتنصب فوق ال 10 مليون مش انا لوحدي. اسكندريه، الصعيد، المنوفيه، بنها، السويس، القاهره، كتير في كل المحافظات. انا اصلا هو تشغيل دماغ عالي، وفي طرف وسط طرف كبير على فكره ان الموضوع مش سهل. ازاي نتعاقد مع فودافون كاش والنسبه كميه الفلوس اللي بتتحول دي، والشركه تقول لك افراد على كده الشركه بالنسبه للرقم اللي هم خدوه ده مبلغ كبير جدا، يعني ازاي فودافون ما تكشفش حاجه زي كده؟ في 100,000 و70,000 و42,000 و83,000، هتشوف ارقام رهيبه. وغير الناس اللي كمان ما بتعلنش، يعني يقول لك 6 مليار مبلغ كبير جدا، وما ينفعش الموضوع ده يسكت عليه. الناس عليها فلوس جمعيات، الناس هتتحبس، الناس ما تقدر احلالات، وفي الاخر خدوا كل اللي ورانا واللي قدامنا وواحد. المنصة عرفت نفسها على أنها مختصة بالاستثمار، وفكرة عملها تقوم على حث العميل على دفع مبلغ من المال من خلال محفظة إلكترونية ليعود إليه مرة أخرى مع أرباحه. طريقة النصب إن هو برنامج بيقول لك اعمل تربح، تدفع 8000 جنيه تاخد 4000 جنيه كل يوم، وما خدناش حاجة خالص. أول حاجة كسبنا مكسب ضعيف 600 500 ب1000 جنيه، بعد كده ما خدناش منهم حاجة خالص. استطاعت المنصة جذب أعداد كبيرة من المصريين بعدما أعلنت عن أرباح خيالية، ليتفاجأ الجميع بإغلاقها. حلم الثراء السريع كان المحرك الأساسي للكثيرين، والذي استغلته المنصة لإيهام الناس بتكوين ثروة بالدولار، مما دفع البعض للاقتراض أو بيع أملاك شخصية للمشاركة في الاستثمار. منصة على التواصل الاجتماعي، تمام، خدوا لم فلوس من الناس كتير جدا، ما يقرب من 6 مليار جنيه زي ما سمعنا من أشخاص. بدأوا ياخدوا فلوس عشان يوظفوها ليهم واستثمروها في البورصة المصرية. فجأة الناس أول امبارح كل المواقع دي كلها اتقفلت، ما عادش عارف يتواصل مع الناس خالص. كانوا بيضيعوا الفلوس دي على فودافون كاش، تمام، مقابل أرباح، يوهموهم إن الفلوس شغالة ليهم في استثمارات. يقدر حجم ما جمعته المنصة من أموال بأكثر من 6 مليارات جنيه، فيما ينتظر هؤلاء الضحايا التحقيقات أملاً في استرجاع أموالهم.